من بوابة أخبار اليوم نقرأ خبر بعنوان الاتصالات تطلق منصة مصر لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا. أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب معد ومجهز تباعا حتى نهاية سبتمبر، ويأتي ذلك في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري. أكد الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، كما سيتم إطلاق باقي الخدمات تبعا، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول. كما سيستطيع المواطنون لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.